السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد وسام على قناة بي ذا فيرست. خليك الأول. النهاردة هنتكلم على قالب البحث وهسيب لكم البحث وورد. تعال بس نعرف إيه التفاصيل كلها على قالب البحث وإيه الأدمودو دوت. تعال نبدأ مع بعض. ورجعنا بقى مع بعض يا رجالة علشان نعرف إيه هو البحث وإيه المطلوب مننا بالظبط. قبل ما نعرف البحث وقبل ما نعرف إيه هو قالب البحث وإيه آخر تحديث، خلي بالك من كلمة تحديث لقالب البحث، تعالى نفهم الاول. هنعيد تاني ايه هو الادمودو. الادمودو ده برنامج حضرتك بتنزله من على بلاي ستور او من على بانكر بلاي، وكمان ممكن تخش على اللاب من على اللاب او من على الكمبيوتر على موقع ادمودو تعمل فيه تسجيل كطالب. بس ترى في ناس بتقول اسجل برقم الكود، في ناس بتقول اسجل احط ام او اي وبعد كده رقم الكود بتاعي، في ناس بتقول تسجل عادي. اقول لك انا حاجه عشان ما تتعبش نفسك كتير، طريقه التسجيل سياده الوزير لسه هيتكلم عليها يوم 13. يبقى انت اي حاجة تسمعها قبل يوم 13 دوت اجتهاد، اركنه دلوقتي على جنب. طب يعني اسجل ولا ما اسجلش دلوقتي؟ بالنسبة لي وانا بكلمك النهاردة الجمعة يوم 10/4، بالنسبة لي طريقة التسجيل لغاية دلوقتي مفيش فيها قرار رسمي. وخلي بالك من كلمة مفيش فيها قرار رسمي، يبقى ما تشغلش بالك بالتسجيل. خلينا الاول في الاهم وبعدين المهم. يعني ايه الاهم؟ الاهم دلوقتي افهم العناصر بتاعة البحث بتاعتي، وكمان الاهم بتاعي ان انا اديني وورد او اديني ملف اقدر اشتغل عليه. هقول لك على ثلاث حاجات مهمة جدا. اركن دلوقتي طريقة التسجيل. لو انت سجلت خليك زي ما انت، عايز تغير غير، عايز تستنى وتخليك تقيل استنى وخليك تقيل، ودوت طبعا اللي هيبقى الافضل. اقول لك على حاجه سيدي، انا لغايه النهارده لغايه دلوقتي لسه ما سجلتش لاولادي، ولا سجلت لاحمد ولا سجلت لادم، مستني سياده الوزير يقول ازاي اسجل وازاي ابدا كمان ارفع البحث بتاعي على النت. طب هو انا هرفعه ازاي؟ ما هو الوزير ما قالش، فانا ما اقدرش اقول لك. في اي اليه للبحث ما اتقالتش لغايه النهارده ان انت ازاي تقدر ترفع البحث دوت على النت. حلو، يبقى دلوقتي طريقه التسجيل، وكمان هتركن دلوقتي على جنب هرفع ازاي على البحث على النت. طب يا مستر هقدم البحث ازاي او هعمل البحث ازاي؟ ما عندكش غير طريقتين. بص يا سيدي، هسيب لك في الفيديو بعد ما اخلص كده اهوت، هقول لك هسيب لك ملف او لينك في الوصف. اللينك دوت طبعا بنشكر فيه قناه الاسكوله وصفحه الاسكوله ان هم ادوهولنا علشان نقدر نتعاون بيه معاكم. يبقى اللينك دوت جاي من قناه الاسكوله او صفحه الاسكوله، نشكرهم طبعا على حسن تعاونهم معانا. دي اول حاجه. اللينك دوت هيبقى فيه قوالب للبحث اخر تحديث نازله. طب يا مستر حضرتك كنت قلت امبارح وكنت قلت قبل كده ان في قوالب نازله، فعلا كان في قوالب نازله ودي اللي احنا اشتغلنا عليها، لكن القوالب اللي متسابه او اللي موجوده ديت وهقول لك بالتفصيل تشتغل عليها ازاي بالظبط، ده اخر تحديث نزل امبارح 9/4، يبقى اللي هنشتغل عليه النهارده اخر تحديث وده النهائي، ده الرسمي النهائي اللي احنا هنشتغل عليه. طب يا مستر هقدم البحث ازاي؟ بص يا حبيبي، قدامك دلوقتي طريقتين بس لتسليم البحث او رفع البحث، مش هنتكلم في رفعه لسه مش عارفين. قدامك طريقتين بس لتسليمه. اول حاجه هتحمل القالب بتاع البحث الوورد دوت من اللينك اللي موجود في الوصف. اوصل ازاي الوصف؟ شايف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده؟ في سهم صغير كده على جنب، السهم الصغير دوت دوس عليه هيجي لك لينك، خش عليه هتلاقي البحث بتاعك موجود جاهز ان انت تكتب على طول. طب اعمل ايه يا مستر؟ كل المطلوب منك حبيبي ان انت تعمل ايه؟ هتحمل البحث دوت اللي هو موجود وتشتغل بيه على اللاب على طول على الكمبيوتر قدامك. مستر انا ما عنديش لاب ولا كمبيوتر، اعمل ايه؟ اخلص لك بس النقطه دي. يبقى اول حاجه حضرتك هتحمل البحث اللي موجود في اللينك اللي في الوصف وتشتغل وتحل عليه على طول. وبعد ما تشتغل وتحل عليه على طول حضرتك هتعمل له سيف، هتسيفه عادي جدا. بعد ما هتعمل له سيف هتروح تديه للمدرسه كده سوفت. يعني ايه سوفت؟ يعني نسخه الكترونيه. مستر هو ما ينفعش ادي البحث للمدرسه ورق كده بخط الايد والمدرسه تتعامل؟ لا ما ينفعش. طب ليه؟ لان سياده الوزير قال حضرتك يا اما هترفعه بنفسك نسخه سوفت على المنصه ودي لسه ما اتقالتش، او حضرتك هتكون عامله على الكمبيوتر وتروح تسلمه للمدرسه. هتسلمه ازاي للمدرسه؟ هتسلمه بفلاشه، وخد الفلاشه معاك وانت مروح. هتسلمه باسطوانه، ما تاخدش الاسطوانه معاك، هتسيب الاسطوانه. او هتديهم الموبايل بتاعك بالكابل بتاع الموبايل بتاعك يسحبوه منك من على الموبايل ويشتغلوه على طول. يبقى انت ورقيا ما ينفعش ان انت تسلم المدرسه ورقي، مش انا اللي بقول برضو ده سياده الوزير هو اللي بيقول. يبقى دي اول طريقه معاك ان انت تحمل البحث زي ما هو قدامك كده اهوت وتكتبه لو انت عندك لاب او كمبيوتر
هقول لك دلوقتي لو ما عندكش هتعمل ايه، وتكتبه انت تجاوب على طول على البحث، وبعدين يا اما هترفعه ديت هنعرف بعدين، والخطوه الثانيه ان انت تروح تسلمه للمدرسه سوفت. خلاص؟ طيب ادي اول حاجه. طب الطريقه الثانيه يا مستر، حضرتك دلوقتي ما عندكش ولا كمبيوتر ولا لاب، او اللاب بايظ او الكمبيوتر بايظ او اي حاجه، او ما عندكش، هتعمل ايه يا سيدي؟ زي ما انت بتتفرج عليا دلوقتي هتخش على اللينك اللي موجود في الوصف. بعد ما تخش على اللينك اللي موجود في الوصف هتحمل البحث بتاعك، مضطر انك تروح تطبعه، معلش غصب عني هتضطر انك تطبعه. طب بعد ما تطبعه هتجاوب البحث بخط ايدك، بس خلي خطك حلو على قد ما تقدر. هتكتب البحث وتجاوب زي ما هقول لك دلوقتي، او هنشتغل مع بعض الخطوات بتاعه اجابه البحث بالظبط. طب بعد ما اطبعه هعمل ايه؟ طب المفروض ان انا اخليه سوفت. مستر انا مش هقدر ان انا ادور على سايبر ولا ادور على مكتبه يكون عندها سكانر. سيبك من الكلام ده، انا هوفر عليك دلوقتي فلوس ومجهود. بص يا سيدي هتعمل ايه؟ مش انت جبت البحث بتاعك وطبعته وكتبته؟ ايوه يا مستر. في برنامج هتلاقيه على البلاي ستور او على المتجر بلاي اسمه كام سكان، اهو اسمه كام سكان. ايه البرنامج دوت؟ بعد ما حضرتك اهو البرنامج اهو كام سكان، برنامج سهل جدا واستخدامه سهل جدا. بعد ما حضرتك هتجاوب بحث بايدك هتحط الورق قدامك كده اهوت، وتاخد صوره بالموبايل للورقه. سهله دي؟ اه سهله. بعد كده اهو بعد ما تاخد صوره بالموبايل هتفتح البرنامج اللي هو اسمه كام سكان، هتدوس على كلمه سكان، هيقوم ساحب لك الورقه دي يخليها لك كانها سكانر بالظبط بالشكل دوت. انت بقى عملت للورق دوت سكان، روح قدمه للمدرسه بنفس الطريقه اللي احنا قلناها. يبقى بكل بساطه حضرتك هتطبع البحث لو انت ما عندكش كمبيوتر او لاب، هتحل بايدك. بعد ما تحل بايدك حطه قدامك كده، صوره، دخله على البرنامج بتاع كام سكان. ده مش دعايه ولا اعلان والله، ده حاجه ليك كده، هو حد قالها لنا امبارح او حد قالها لنا النهارده، فاحنا بنحاول نقول المعلومه لكل الناس. فهتصور الورق ده، بعد ما تصور الورق دوت هتدخله على برنامج كام سكان، هتجيبه من متجر بلاي او من بلاي ستور. خلاص؟ بعد ما هتدخل على البرنامج اللي هو كام سكان ده كده، خلاص البحث بقى عندك معمول له سكان، هتروح تسلمه للمدرسه بتاعتك. خلصت كده؟ طيب السؤال اللي احنا عمالين نتسال فيه من امبارح، مستر البحث بتاعي المجموعه كام؟ عشان ما تتعبش نفسك والله المجموعه 5، الموضوع منتهي. هتقول لي الوزير قال 5 وبعدين طلع منشور ب3 وبعدين طلع منشور ب4. هقول لك يا سيدي بكل بساطه، لو انت مش مصدقني خش على صفحه الوزير حالا وانا بتكلم دلوقتي، هتلاقي سيادته منزل بوست امبارح بيقول ان اقصى عدد للمجموعه 5 طلاب. برضو ده مش كلامي، ادخل على صفحه الوزير طارق شوقي على الفيسبوك، هتلاقيه طبعا مع حفظ الالقاب، هي الصفحه اسمها كده. خلاص؟ يبقى انا كده خلصنا من طريقه التسجيل، اركن دلوقتي. طريقه الرفع، اركن دلوقتي. طب اعمل ايه؟ البحث بتاعك هتجيبه منين؟ هتلاقي اللينك، وقلت لك على الطريقتين. عندك كمبيوتر حل على طول، ما عندكش كمبيوتر زي ما قلت لك هتطبع تحل، اسحب بالبرنامج او صور وحط على البرنامج اللي اسمه كام سكان. كده متفقين؟ متفقين لغايه دلوقتي. طب ايه الابحاث المكرره؟ طبعا احنا عرفنا وشفنا امبارح وزي ما هيطلع لك دلوقتي، انت عرفت كل مرحله ليها الابحاث بتاعتها. حضرتك بتختار بحث واحد، تاني بكرر حضرتك بتختار بحث واحد، ومهم جدا علشان البحث بتاعك يبقى مقبول لازم تشتغل بالبحث بتاعك المقبول دوت بنفس الشكل اللي الوزارة عاملاه، ما ينفعش انك تغير شكل تاني او تعمل بحث تاني. تعالى مثلا نتكلم في اول موضوع في 5 ابتدائي عن السياحة، ودوت هنطبقه على اي حاجة. بص هنا بيقول لك ايه؟ تتوفر بمصر العديد من مقومات السياحة تجذب السياح من جميع انحاء العالم، في ضوء دراستك قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. اول حاجه بيتكلم على انواع السياحه، يبقى الموضوع اللي احنا اخترناه مين؟ السياحه. انا هنا بديك مثال، تعال بقى نشوف هنا هو شكل القالب بتاع البحث هيبقى عامل ازاي. بص هنا هو زي ما هو قدامك في الصوره كده بالظبط، وبرده باكد لك اللينك هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو. عنوان الموضوع احنا اتكلمنا عن ايه؟ عن السياحه. حضرتك هتحط لي عنوان الموضوع دوت، عايز بقى تحطه في جمله مفيده، عايز تحطه زي ما هو براحتك مفيش مشكله. بص بعد كده هو عندك كلمه الرقم التعريفي. ايه الرقم التعريفي؟ رقم التعريفي دوت اللي هو الكود بتاع حضرتك. طب ايه الكود بتاعك؟ فاكر لما عملنا فيديو ازاي تجيب الكود من الرقم القومي؟ لا مش فاكر، ما تفتكرش، هسيب لك لينك في وصف الفيديو برضو اقول لك ازاي تجيب الكود. المهم ان الرقم التعريفي دوت هو الكود بتاع حضرتك. بعد كده هتلاقي عندك زي ما انت شايف كده هوت قدامك
كلمة المقدمة. خلي بالك من الكلام اللي تحت هنا، مكتوب من 40 ل 50 كلمة. كل واحد بيتفرج على الفيديو قدامي مهما كانت مرحلتك، مهم جدا 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 تاني جدا تاخد بالك من عدد الكلمات المطلوبة. مستر هم هيعدوا، هم فاضيين للدرجة دي؟ مش مسألة هيعد ولا لا، حاول تستفيد من البحث على قد ما تقدر. ازاي؟ اولا انك تلتزم بالمطلوب، تلتزم بالشكل، حاول تستفيد من المعلومات اللي انت هتجيبها من على النت، او هتجيبها من المكتبة الرقمية، او هتجيبها من نهضة مصر، او من اي موقع الكتروني اخر. مش هيفرق معانا المصادر، هنتكلم عليها بعد شوية. طب ايه المقدمة دي يا مستر؟ مش احنا من شوية قلنا عنوان الموضوع بيتكلم عن السياحة؟ خلاص حضرتك هتعمل مقدمة كويسة كده هوت، وتخلي بالك عشان سيادة الوزير قال خلي بالك من القواعد الإملائية، خلي بالك من الهمزات، خلي بالك من علامات الترقيم، يعني تكتب كلام اسلوب كويس ومنظم لغويا، اذا كان باللغة العربية او لما تيجي تكتب الباراجراف الانجليزي لازم تاخد بالك من الحاجات دي كويس جدا. يعني بعد ما تخلص راجع بالظبط زي ما بتعمل موضوع التعبير بتاعك في الامتحان، لازم تراجع الاخطاء النحوية اللغوية. خلي بالك هنا بقى في المقدمة مكتوبة اهو قدامك من 40 ل 50 كلمة، لازم تلتزم انك تكتب من 40 ل 50 كلمة. طيب بعد كده عناصر الموضوع، هنا كاتب لك ان هو موجود قدامك عناصر الموضوع من 400 ل 500 كلمة. يبقى انت هتعمل ايه العناصر دي بقى؟ تعال بقى نشوف الناحية التانية. العناصر بتاعتك هي هنا احنا بنقول في اول حاجة قدامك هي انواع السياحة في مصر، يبقى هتتكلم على انواع السياحة في مصر ومقومات السياحة في مصر. دي طبعا العناصر بتاعت الموضوع او ده اللي انت هتتكلم فيه. وبعد كده في ثالث حاجة بقول لك تخيل انك مسؤول عن احد الاماكن التي تقوم بتقديم احد الخدمات السياحية، قم بحساب عدد الزائرين صيفا وشتاء والمقارنة بينهما او بينهما موضحا سبب الزيادة او النقصان. عندك بقى كمان في الحتة بتاعت الجزء بتاع ابتدائي صمم ملصقات ارشادية مستخدما للاشكال الهندسية. يبقى انت كده هتستخدم الجزء او المادة بتاعت الرياضة بتاعتك او مادة الرياضيات في ان انت تكمل الموضوع بتاعك، اللي هو صمم ملصقات ارشادية مستخدما للاشكال الهندسية التي درستها بها معلومات ونصائح. هتستخدم الاشكال الهندسية اللي عندك في مادة الرياضيات وتعمل فيها معلومات ونصائح بالعربي وكمان باللغات الأجنبية، يعني هتعمل إرشادات عامة تخص موضوع السياحة. شوف انت بقى، برضو انا ما اقدرش اديك إرشادات عشان ما ينفعش ان انا اغششك، عشان نبقى الكلام واضح كده هو. طيب يبقى انت عندك ان هو إرشادات لازم تقولها عربي وانجليزي، يبقى ده الجزء بتاع الانجليزي بتاعك، وبرضو لازم تخلي بالك من عدد الكلمات المطلوبة منك في الموضوع كويس جدا. ده طبعا من العناصر. شايف الكلام اللي قدامك ده؟ ده اللي انت هتحكي فيه، ده اللي انت هتكتبه، ده اللي انت هتعبر عليه باسلوبك من 400 ل 500 كلمه. والله مش كتير، خلي بالك انت عناصر الموضوع ديت انت مش هتقعد تجيبها من دماغك. يعني 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 انا مثلا انا كمحمد بدات ايه اشوف الدنيا كده اهوت المفروض اجيب ايه منين، وهعمل لكم حلقه ان شاء الله لوحدها عن المصادر ان شاء الله. يعني انت مثلا انواع السياحه هتكتب مثلا في المكتبه الرقميه انواع السياحه، افهمك بس حاجه كده اهوت ازاي تدور في المكتبه الرقميه عشان ما تتوهش مني. انواع السياحه هتكتب كده، هتخش على المكتبه الرقميه هتلاقي كلمه تحت كده اهوت ذاكر الان، بعد ما تخش هتلاقي في مربع كده اهوت اسمه بحث، اكتب الكلمه اللي انت بتدور عليها. انت عايز انواع السياحه هتكتب انواع السياحه، هتقوم دايس انتر، بعدها هتدور هيفتح معاك، هتلاقي كلمه على جنب كده مش باينه اسمها ابدا، هتدوس على كلمه ابدا هيطلع لك اللي انت عايزه. خلاص، ويا سلام بقى هتلاقي كمان لو انت بتدور في ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي خمسه سته هتلاقي السنه، حدد السنه اللي انت بتدور بيه. مش عارف تعمل ده هتخش على موقع اسمه ويكيبيديا، مش عارف تعمل ده هتخش على موقع نهضه مصر، مش عارف تعمل ده هسيب لك لينك فيه مصادر كتير قوي في الفيديو، يعني انا معاك للاخر. حلو كده؟ يبقى العناصر بتاعتك اللي هي انواع السياحه في مصر ومقومات السياحه، وان انت تتخيل ان انت مسؤول، وكمان عندك اللي هي الملصقات الارشاديه، كل دول انت هتعمل بحث عنهم على النت من الافضل. حاجة ليك انت بقى، لخص اللي انت فهمته واكتبه، لخص اللي انت فهمته واكتبه، وزي ما قلنا خلي بالك من 400 ل 500 كلمة هتفضل تكتب. بعد كده ديت عناصر الموضوع اللي احنا قلناها فوق. بعد كده هتلاقي عندك صورتين، صورة من هنا وصورة من هنا. ايه الصور ديت؟ الصور ديت انت بتدعم الموضوع اللي انت بتكتب بيه مستخدم الصور. يعني انت مثلا بتتكلم عن السياحة في مصر، انا مش هينفع اجاوبك
لان انا بساعدك في ان انت تفهم تعمل ازاي. انت اللي المفروض تدور بقى وتعمل. انا ما اقدرش اقول لك ايه هي انواع السياحه او المقومات. فانت بتشوف انواع السياحه، تطلع نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا ونوع كذا، خد من الانواع دي تحط صوره مثلا هنا، حط صوره كده. يعني المقصود بالصور اللي قدام حضرتك دي دلوقتي انت بتدعم الموضوع بتاعك بالصور، وبعدين بتبدا تكمل عادي خالص العناصر بتاعتك لغايه ما تخلص ال 400 كلمه بتوعك. بعد كده زي ما ظهر قدامك دلوقتي كلمه النتائج، النتائج دي لخص لي اللي انت كنت بتقوله، ايه اللي انت استفدته، فهمت ان الكلام ده. عارف انت بتعمل موضوع تعبير بالعربي بتقعد تشتغل عليه، بعد ما بتشتغل عليه بتلخصه. النتائج ديت هي كانها ملخص بالظبط للكلام اللي انت قلته، واستفيد او انت استفدت ايه، او الاستفاده الحقيقيه اللي موجوده من البحث حضرتك هتحطها في النتائج دي. بعد كده عندك كلمه المصادر. برضو ايه المصادر؟ المصادر دي يا سيدي احنا دلوقتي جبنا معلومات، قلنا عندنا معلومات جبناها من المكتبه الرقميه. سياده الوزير اكد على الموضوع دوت ولازم تاخد بالك منه كويس قوي. ايه هو؟ اي معلومه مش بتاعتك لازم، يعني مش بتاعتك يعني مش انت اللي كاتبها، اي معلومه مش بتاعتك لازم تحطها في المصادر. حضرتك مثلا جبت كتاب المدرسه، يبقى تقول لي مثلا كتاب المدرسه صفحه كذا. طبعا السياحه هنا هوت انت عندك في خمسه ابتدائي، عندك في الدراسات حاجات كتير، افتح كتاب المدرسه اكتب مثلا صفحه كذا كتاب المدرسه، اكتب المكتبه الرقميه وخد العنوان من فوق، خد العنوان من الموقع وحطه. جبت مثلا من ويكيبيديا، خد من ويكيبيديا وحطه. عندك نهضة مصر، خد من نهضة، خد العنوان من فوق وحطه. أي معلومة جبتها من على النت أو من أي كتاب أو من أي حاجة تانية اللي أنت جبت منه لازم تكتبه في المصادر. وزي ما الوزير بيقول إحنا هنا نتعلم حاجة اسمها حقوق الملكية. إيه الحقوق الملكية ديت؟ حقوق الملكية ديت حاجة مش بتاعتك لازم تنسب صاحبها أو لازم تذكر صاحبها بالظبط. ده كده بالنسبة للابتدائي. يبقى معنى كده اطبع ده، اكتب، اشتغل على البرنامج لو انت ما عندكش كمبيوتر، او انت مش عايز اصلا تروح سايبر وتعمل السكانر، هتشتغل على برنامج كام سكان. اما بقى للجزء بتاع اعدادي، تعال نشوف ايه المطلوب منك مثلا في اعدادي. فاتحين قدامنا اهو تقول اعدادي، عندك ثلاث مواضيع: تحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه، وكمان عندك الزياده السكانيه والامن الغذائي، وكمان عندك البيئه. حضرتك هتختار اي موضوع من الثلاثه براحتك، مفيش مشكله. بس نصيحه مني قبل ما تختار، اقرا كويس ورتب افكارك، ما تستعجلش، انت لسه قدامك حوالي 5 اسابيع لتسليم البحث. مش لازم تعمل البحث النهارده ولا لازم تكون عامله امبارح، لا الموضوع بسيط، خد الموضوع بهدوء جدا. لو احنا مثلا هنشتغل مثلا على تحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه، تعال نشوف قالب البحث بتاعك مش هيختلف كتير. عندك برضو العنوان بتاع الموضوع، هتشوف انت اخترت ايه، وعندك الرقم التعريفي، قلنا ده الكود بتاعك، وعندك برضو المقدمة. بس خلي بالك من عدد المقدمة، عدد كلمات المقدمة من 70 ل 80 كلمة. ويا جماعة كل مرحلة تاخد بالها كويس جدا 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 بعدد الكلمات المطلوب منها. وبعد كده عندك عناصر الموضوع، عناصر الموضوع اللي هي عندك ايه اللي هي قدام حضرتك دلوقتي، هي اللي هي في ضوء دراستك والمصادر المتاحة. مصادر اذا كان كتاب المدرسة او اي حاجة زي ما قلنا من شوية، قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: استعرض دور ومظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال تحضير العناصر وانتاج المركبات الكيميائية وتقليل الاثار الضارة على المناخ في الاقاليم المناخية المختلفة. هتدخل بقى العلوم مع العربي مع الدراسات في الكلام دوت. وبعد كده عندك العنصر اللي بعده، اختر احد الامثلة مما عرضته وصمم شريحة. هتشوف المثال اللي انت اخترته من دول، وصمم شريحة او بوستر يوضح خطوات الانتاج او المعالجة، يعني تشوف الحل بتاعها ازاي، خطوات الانتاج بتاعتها هتبقى معمولة. استعن بما درسته، خلي بالك قالك استعن بما درسته، يعني ان المنهج بتاعك استعن بما درسته مش بالمستر بتاعك. وبعد كده بيقولك استعن بما درسته في مجال الرياضيات للتعبير حسابيا او بيانيا. يبقى في العنصر ده حضرتك هشوف انت بتتكلم على ايه، او بتتكلم على واخد انهي موضوع بالظبط، وهتمثله يا اما بالطريقه الحسابيه او بالطريقه البيانيه. طبعا انا كمحمد انجليزي ما مش هعرف ان انا افيدك في الحته دي. وبعد كده بيقول لك اكتب فقره قصيره باللغه العربيه وباحدى اللغات الاجنبيه. يبقى واحده يبقى فقره صغيره موضوع انشائي او تعبير صغير بالعربي وباحدى اللغات الاجنبيه، وكمان طبعا باراجراف صغير بالانجليزي تبين فيها اهم ما تعلمته في مشروعك البحثي.
يبقى دي العناصر بتاعتك اللي انت هتستخدمها. تعال نطبق الكلام دوت عن القالب. شفت العناصر اللي احنا سائلينها دي؟ ايوه شفتها. حضرتك هتحطها نوت في القالب بتاعك. خلي بالك من الرقم المطلوب منك من 700 ل 800 كلمه. خلي بالك من 700 ل 800 كلمه ولازم تلتزم. وبعد كده عندك الناحيه دي والناحيه دي، عندك صوره، شوف انت بتتكلم عن ايه بالظبط وحط صوره، دعم الموضوع بتاعك بصور. شوف انت اخترت ايه وحط صور للي انت اخترته وتكمل بعد كده. وكمان عندك صوره تانية هي يا سيدي. بعد كده النتائج اللي انت استفدته من المشروع البحث او اللي انت استفدته من البحث بتاعك ايه، ملخص للي انت عملته. يبقى انت عملت مقدمه، عملت العناصر بتاعتك، بعد كده النتائج بتاعت البحث، ايه اللي استفدته، ايه اللي عملته، وهكذا. بعد كده طبعا قلنا عندك المصادر. المصادر دي تخلي بالك كل حاجه جبتها من على النت، اذا كان من موقع الوزاره، من بنك المعرفه، اذا كان من المكتبه الرقميه، اذا كان من نهضه مصر، اذا كان حتى من كتب مكتبه الاسكندريه، اي حاجه، اي حاجه حضرتك، اي موقع هتخش عليه وتكتب منه معلومه لازم تحط فيه المصادر. يبقى خلاص كده. نقول تاني بسرعه، التسجيل اركنه دلوقتي، بتاع ادمودو اركنه دلوقتي، رفع البحث اركنه دلوقتي. طب اركز في ايه؟ اركز ان انا اجيب قالب البحث واطبق بالطريقه اللي احنا قلناها ديت، واركز في طريقه تسليم البحث. قلنا عندك طريقتين في طريقه تسليم البحث، قلنا لازم يكون سوفت. لو انت عندك اللاب والكمبيوتر حمل واشتغل على طول، وانت هترفعه بايدك على المنصه. طريقه الرفع هنعرفها يوم 13 ان شاء الله. لكن عايز تسلمه للمدرسه، روح سلمه للمدرسه بالفلاشه بتاعتك. ما عندكش هتطبعه، تحل. بعد ما تحل هتنزل برنامج اسمه كام سكان، بعد كده اهوت هتصور الورق بتاعك من الموبايل تدخله على البرنامج، وبعدين تروح تسلمه للمدرسه بتاعتك. مستر ايوه امر، زي ما باكد عليك دلوقتي مستر. هو المجموعه كام؟ قلنا المجموعه من 5 افراد، كل واحد فيكم هيكتب الكود بتاعه. بالشكل دوت تقريبا غطينا كل الاسئله اللي بتتوجه لنا بخصوص البحث. ما تنساش تنزل في الوصف بتاع الفيديو علشان تحمل قالب البحث، هتلاقي لكل مرحله قالب، هتلاقي لكل مرحله قالب ولكل موضوع قالب. يعني حضرتك مش هتغير اي حاجه. وبنأكد طبعا، بنشكر موقع وقناه الاسكوله ان هم قدروا يساعدونا ان احنا نوصل للينك دوت. عندك اي سؤال اكتب لنا في التعليقات، احنا دايما تحت امرك. كان معاكم محمد اسامه، دمتم دايما بخير.